ايوه يا مجدي، الحمد لله. انت بعت لي فرج ليه؟ حبيبتي كنت عايز اطمن عليك. تطمن عليا من ايه؟ من ولا حاجه. اعملي حسابك بعد كده هطمن عليكي من ولا حاجه. معلش يا حبيبي، اصل اتخضيت. يلا عدى عليكي بالليل نتعشى سوا. اوكي، اشوفك بالليل. باي. شبكي كارن، نقصتيني. بدي احكيكي بموضوع حبيبه. خير يا مجدي؟ في ايه؟ ناصر، في حد بيطبل لنا حاجه. ازاي يعني؟ مش عارف، في حاجه نشوفها بتحصل بس انا لازم افهم. طب ما تخش في القلق على طول. حد بيحاول يكشف علاقتي بشغلك. حد زي مين؟ مش عارف، لسه ما وصلتلوش، بس في معلومات سمعتها. سمعتها منين يا مجدي؟ من مرات واحد صاحبك في قعدة سكر ولا من حد ليه لازمة؟ لا، حد ليه لازمة. على كل حال ما تشغلش بالك، سيب لي الموضوع ده، انا هتصرف. عارف يعني ايه بين شراكة بيني وبينك يا تيار؟ انا اتشوط. عارف. المهم الفترة الجاية مش عايزك تتصرف اي تصرف له علاقة بالمعلومات اللي عندك. يعني من الاخر كده خليك طبيعي. كنت فين امبارح طول النهار يا ساري؟ كنت بقضي مصلحة كده وجيت على السريع. كنت فين امبارح طول النهار يا روح امك؟ فيها فرق. في انك اول واخر مرة تعمل حاجة من غير ما تقول لي. فاهم؟ فاهم يا فرق. مش سامع، قول. فاهم، فاهم. ماشي. اوعى تفتكر ان عشان احنا اخوات هعدي لك الغلط. مش فرق، فاهمني؟ فاهمك. الدم اللي بيجري في عروقنا اوسخ من انه يحوشني عنك، فاهم؟ ساعة عم تلفي وتدوري بأرضك. احكيلي شو بكي؟ شو قصتك حبيبة؟ ساعة ناصر الطيار، ساعة مجدي. هيتا لك أنا. خير؟ ليكي بعرف إنه علاقتنا آخر فترة صايرة مثل الزفت، بس في شي موجود على القليل مخلينا نكون بنفس البيت مع بعض. ولا أنا في شي محيرني. ظهرنا مع ناصر الطيار زعلتي، حكينا مع مجدي ضايقتي. انت اللي شو قصتي كارين؟ بدي كرمالك حبيبة، عن جد شايفتك رايحة بدنيا عم تاخدك وبتجيبك ومش عارفة لوين بدها توصلك. رح توصلك لمحل عقلك مش ممكن يتخيله، ممكن تبلعك. شو في جوا؟ شو صاير؟ ليكي شايك توفري هالكم نصيحة لنفسك، كل واحد حر بحياته، ما هيك؟
يبصر المرء النهاية ما كان بدأ. علاقتي بحمزة بدأت من فترة، تعرفت عليه بالصدفة عن طريق حد مشترك طلب مني أساعده في شخصية من رواياته. افتكرت إن أنا هساعده في حاجة تانية، لكن كان بيتكلم بجد وافقت. جمانة حمزة خصير، أول مرة من ثلاث أسابيع يطلع لي في الجدول راجل حلو كده. جدول؟ أنت شغالة بجدول؟ طبعا النظام في الشغل بينجح. معلش اتأخرت عليك، أصلا أنا ما بصحاش بدري، أنا بتاعت النايت شيفت. ما أنا عارف. إيه دي قال لي على كل حاجة. المهم تحبي نقعد جوه ولا بره؟ بره؟ والله فكرة، وبالذات تحت الشجرة دي. بس قول لي حد بيعدي؟ كل دقيقة واحد بيعدي من هنا. وبعدين فاهمة إن إحنا هنعمل إيه بالظبط؟ وإيه علاقة الشجرة بالموضوع؟ كل خير طبعًا. لا مش كل خير قوي يا أختي. إحنا هنقعد نتكلم. نتكلم؟ يا خسرتك يا جدول. يا ستي خلصيني بقى. عايز تقعدي جوه ولا بره؟ لا طالما كلام بس خلينا هنا، وهدى يا أخويا ملوش لازمة تمسكه. طب خدي دي بقى. هات كل الأسماء اللي قلتها دي ليهم مصلحة في قتل حمزة، بس مين بالظبط دي مشكلتكم انتوا. بص يا جمان، أنا عايز أطلب منك طلب، لو ما وافقتيش أنا مش هزعل. طب ما كنت تقول كده من الأول قبل ما ألبس المنتور. يا ستي البسي المنتور، الست اللي كل ما أكلمها تقلع دي. خدي بالراحة كده بقى نفهم بعض. أنا مؤلف وبحضر رواية عن عالم ال عالم ال عالم الايه؟ عالم الدعارة يا اختي. طب ما تقول كده من الاول. اديني قلتها، ومحتاج حد يساعدني عشان افهم العالم ده، لان يعني زي ما تقولي كده انا ما اعرفش عنه حاجه تقريبا. طب وانا هساعدك ازاي؟ ارقص لك بلدي بقى وانت بتكتب؟ لا خلي موضوع الرقص ده على جنب، هنشوفه بعدين. بصي وانا بكتب روايه بحب ادخل جوه العالم بتاعها، افهم شخصياتها، عشان يعني ما اكتبهاش من بره بشكل سطحي. وزي ما قلت لك انا تقريبا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وخصوصا بعد ما شفت جالي احباط اكتشفت ان انا ابيض. طب خد عندك بقى، اول ما تشوف واحده من العالم ده هتصاب بقلق وتوتر ودهشه. ده اكيد. المهم هتدفع كام؟ انا باخد في ساعه الشغل 500، وده من غير كلام يعني، اهلا باي باي وكلمتين في النص كده عشان بصمه الجوجو. بصمه الجوجو؟ والله ممكن اسمي الروايه كده، بصمه الجوجو لحمزه قصير. طب بصي بقى، انا عشان خاطر بصمه الجوجو هديكي 30% من المبلغ اللي انا هاخده. ايوه يعني كام؟ تمن نص ساعه من شغل حضرتك، واحيانا ربع ساعه. يعني 200 250. امال ايه البيت ده؟ ورثه. ما تبيعه. ما ينفعش ابيعه. يا عيني يا ابني صعبت عليا وانت قمر كده وطويل. طب انا هساعدك وببلاش. طب والله العظيم ثلاثة، انتي بنت قصدي ست جدع. بس من قال لاخر كده